السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. ازيكم عاملين ايه؟ النهاردة كويسين. ان شاء الله هنكمل مع بعض جيومتري، لان هو طبعا دروس الجيومتري عندنا طوال. خلصنا قد ايه في الجبرة؟ 6 6. يبقى فاضل لنا درسين في الجبرة، صح؟ درسين في الجبرة دول هناخدهم في حصة ان شاء الله، هتكون الحصة اللي جاية بإذن الله. النهاردة هناخد 8 و9، 8 و9 عشان نلحق نخلص. نتكلم عن حاجة اسمها geometrical transformation. geometrical transformation يعني ايه؟ مين يعرف؟ حد يعرف يعني ايه geometrical transformation؟ التحولات الجيومتري، التحولات الهندسية او التحويلات الهندسية. خلاص؟ نتكلم، بيقولك there are many types of geometrical transformation. ترانسفورميشن في ثلاث انواع من التحويلات الهندسيه او الجيومتريكال ترانسفورميشن. اول حاجه هتكون اسمها الريفليكشن، والريفليكشن يجي بمعنى الانعكاس. معنى ايه الانعكاس؟ زي ما يكون واحد كده واقف قدام المرايه وبيشوف شكله، وهنشوف دلوقتي الموضوع. وفي الترانسليشن اللي هو التحرك، حاجه بتتحرك منين؟ من مكانها. حاجة تتحرك منين يا زهرة؟ من مكانها. وعندنا الروتيشن، الروتيشن اللي هو ايه؟ الدوران. دوران اللي ايه؟ دوران. برافو عليك. فدلوقتي احنا هنتكلم عن الكونسبت اوف جيومتريكال ترانسفورميشن، كونسبت اللي هي المفاهيم الخاصة بالجيومتريكال ترانسفورميشن. ده كده اللي قدامنا، ده كده لما نقول عندي الـ A بـ سي اتحول بقى ايه داش بي داش سي داش. ده معنى ذلك ان التريانجل اللي اسمه اي بي سي هاز بين ريفليكتد، هاز بين ريفليكتد يعني حصل ايه؟ انعكاس ليه، صح؟ فبقى ده شكل. اما في الحاله دي اللي حصل ترانسليتد، ترانسليتد يعني اتحرك من مكانه. ده الاوريجين، اوريجينال اللي هو ايه؟ اوريجينال، سوري، الاوريجينال هو الاساسي الرئيسي، تمام؟ او الاصلي اتحول بقى بالشكل ده، بقى ايه داش بي داش سي داش. دي اسمها ايميج. اسمها ايه؟ ايميج. الايمج او الايمج دي معناها ايه؟ انها خدنا لقطة منها، خدنا لقطة منها، وهنا برضو خدنا لقطة، بس خدنا لقطة بايه؟ بالريفليكتد. هنا خدنا لقطة بايه؟ بالترانسليتد. نيجي هنا بقى نلاحظ الاي بي سي، شايفين الاي بقت فين؟ لو دار ده كده عملنا درا كده ايه؟ روتري كده، فدي اتحولت بالشكل ده، بقت الاي داش هنا مكانها، والسي داش مكان دي، وعندي البي داش هتبقى دي. لفينا التراينجل ده فبقى ده شكله، وده اسمه ايه؟ نقول ان التراينجل اللي هو اسمه اي بي سي وده الاوريجينال هيديني حاجه اسمها ايه؟ هاز بين ايه؟ روتيتد. روتيتد يعني حصل له ايه؟ دوران. تمام؟ وقع اتكسر ده. From the previous we did use that. هنلاحظ بعض الملاحظات وخلينا نخش على طول في الايه؟ في المسائل. بص زهرة بتعمل ايه؟ بس خلاص. ما انا عارف، مش قلت لكم بص زهرة. تبقى تبعكم. قولي لي يا زهرة، بيقول لك write the geometrical transformation. اعملي ايه؟ write the geometrical transformation which affected on the figure's reflection ولا translation ولا rotation. طيب الأولانية دي يا زهرة تبقى ايه؟ الأولانية reflection ولا translation ولا rotation؟ لا rotation. دي rotation؟ لا غلط يا زهر. دي ايه يا مريم؟ ترانسليشن. ترانسليشن اتحركت من مكانها. اهي بصي اتحركت منين؟ من مكانها. ترانسليشن اسمها ايه؟ ترانسليشن. طب ديت حصل فيها ايه يا زهره؟
كسرت؟ فين اللي اتكسرت؟ يعني ريفليكشن ولا روتيشن ولا ترانسليشن؟ لا ترانسليشن. لا يا زهرة، دي ايه يا بسملة؟ دي ايه؟ لا ريفليكشن؟ روتيشن. روتيشن تمام. قولي لي يا زهرة، دي ريفليكشن ولا روتيشن ولا ترانسليشن ولا ريفليكشن؟ ريفليكشن. صح، برافو عليك يا زهرة. شاطرة الأخير يا صح. ماشي يا زهرة، تعالى كده نشوف الإجابة. زهرة جابت صح، برافو عليك، أنت النهاردة حليتي كل الأسئلة دي يا زهرة. نعم. لا احنا المرة اللي فاتت كان زياد وراني مش زهرة. خلاص السؤال، تعالى نرسم دي بقى. ايه ده لفوق؟ ايوه ده فين؟ لو عمل صعب يعني دي روتيشن. دي ايه؟ دي ايه؟ روتيشن ريفليكشن. دي كده روتيشن. اه ودي ريفليكشن. دي روتيشن صح، ودي ايه؟ ريفليكشن صح، ودي ايه؟ ترانسليشن. اتحركت كده صح؟ اه ترانسليشن كده صح؟ صح يا زهرة؟ اه برافو يا زهرة. نيجي بعد كده excuse me draw image أو image على رأي ناس image على رأي ناس of each of the following figures according to geometrical transformation وبعد كده describes its type. نيجي أول حاجة، لما يقول لي الاي بإكس وواي يبقى فين الاي دي أول واحدة الإكس والواي، هنحط دايما الاكس هي اللي بتيجي الاول. الاكس هنقول انها بنيجاتيف 4 والواي ببوزيتيف 1 بلس 1، هنرسمها. فبنبدا دايما بالاكس، بنخش ناحيه اليمين او ناحيه الشمال، ناحيه اليمين او ناحيه الايه؟ الشمال. طيب لما نقول ان الاكس ماينس 4 والواي بلس 1 معناه ايه؟ الواي بوزيتيف 1 معناه الايه؟ الواي بوزيتيف 1 والاكس نيجاتيف 4. الواي بوزيتيف 1 فين؟ الواي تبقى بوزيتيف اللي هي دي، والاكس نيجاتيف 4 اللي هي ديت. ديت؟ اه. امال دي الرسمه دي؟ لا دي انا بقول اكزامبل عشان اشرح. اه طيب بيقول لك هنا الاكس والواي الاثنين نيجاتيف. الايه؟ الاثنين نيجاتيف. الاثنين نيجاتيف في الناحيه دي صح؟ طب والناحيه دي؟ واحده بوزيتيف والثانيه نيجاتيف. اه هنا بوزيتيف. ها هنا بوزيتيف. بوزيتيف. رسمنا دي رقم واحد، دي رقم اثنين، وعندك رقم ثلاثه، مديك دي واحده ومديك دي الثانيه ومديك دي ايه؟ التالتة. الاكس بوزيتيف والواي نيجاتيف. تعالى بقى بيقول لك الاكس والواي، الاكس ماينس 4 يعني بننقص منها 4 والواي بنزود عليها 1 تمام. بيقول لك ترانسفورم تو اكس ماينس 4 اند الواي ترانسفورم تو واي بلس 1، اللي حصل التحويل عليها هو ده التحويلات اللي حصلت عليها. علشان كده هتلاقي ان الـ a بـ 2 0. فين الـ a بـ 2 0؟ بـ translation. بـ 2 0 اللي هي دي كده صح؟ ديت ديت اللي احنا بنعمل فيها. على ايه؟ دي النيجاتيف 4 بتاعت الـ x ودي الـ positive 1 بتاعت الـ y. مش فاهم. النيجاتيف 4 بتاعت الـ x والـ positive 1 بتاعت الـ y. مش فاهم عايز تقول ايه؟ دي النيجاتيف 4 بتاعت الـ x هي دي، ودي الـ positive 1 بتاعت الـ y. دي البوزيتيف 1 بتاع ايه؟ الواي اللي هي دي. طيب نكمل مع بعض الاول بعد كده نشوف. بيقول لك اول حاجه قال لك الاكس، نركز مع بعض، قال لك الاكس والواي بنيجاتيف 4 بلس 1، نيجاتيف 4 بلس ايه؟ 1. فين نيجاتيف 4 بلس 1؟ بيقول لي هنا الاكس
هنزود عليها نيجاتيف 4 والواي هنزود عليها 1 تمام. طيب الاكس هنا بكام؟ اهي دي الرسمه الاساسيه، هتبقى عندنا ايه نيجاتيف 4 وايه و1، نيجاتيف 4 و1 صح يا زهره؟ اه. طيب اول حاجه دي النقطه ايه بوينت نمبر ايه، هنيجي هنا هي هنزود على دي نيجاتيف 4 يبقى هنمشي كده 1 2 3 4 يبقى نرجع كده صح؟ نرجع كده اربع خطوات ونطلع 1 كده، الواي نزودها كده 1 تبقى كده، هي دي مكانها في الاول صح؟ الايه هنا دي مكانها صح؟ مكانها 2 0 صح؟ يعني دي في الاصل 2 كام؟ و0 اللي هي دي كده 2 0. فبيقول لك انت بقى هنعمل عليها تحولات هندسيه، هنعمل عليها جيومتريكال ترانسفورميشن ترانسليشن. الاكس دي هنشيل منها 4 والواي دي هتزود عليها ايه 1 فهمت؟ طيب ديت لما ننقص منها 4 يبقى هنرجع لورا كده 4 صح ماينس، عد كده معايا منطق يا زهر منطق. الو السلام عليكم. بص يا بنات احنا قلنا ان الاكس دي ركز مع بعض ايه، فهنا دي لما يقول لي الاكس هنا بالنسبه لي هناخد الايه اول، يقول لي الاكس بتنقص كام؟ تنقص 4 ماينس 4 صح، يبقى نرجع كده 4 عدوا معايا 1 2 3 4 يبقى تستقر هنا كده صح، والواي بتزيد 1. طب هي الواي هنا بزيرو تزيد 1 تبقى فين؟ هتبقى هنا كده في الحته دي كده. مثلنا اول نقطه اللي هي الايه هي، وبيقول لك دي ده اساس الرسمه اوريجينال تمام، اللي هي الرسمه الاساسيه اهي، عايزين ايميج منها، عايزين ايه درو ايميج، عايز يرسم ايه ايميج منها. فهناخد اول حاجه البوينت اللي هي اسمها ايه، هناخد حاجه اسمها ايه البوينت اللي اسمها ايه، ادي البوينت اللي اسمها ايه نفس الكتاب بالظبط. الاي دي هنعمل ايه فيها، التحولات اللي الهندسيه اللي هتحصل على ايه، ان الاكس المحور الاكس اكسس ده هنرجع 4 ماينس 4 هنشيل منه 4 هنضيف عليها نيجاتيف 4 يعني هي نبتو هنضيف عليها نيجاتيف ايه 4. اذا الجيومتريكال ترانسفورميشن احنا بناخد الاكس والواي، التعديلات اللي حصلت على الاكس حصل انها عملنا لها ماينس 4، فلو دي كده هتمشي كده نرجع كده 4 1 2 3 4 فاهم يا بسمله؟ طيب وصلنا لهنا، والواي بتزيد 1، طب الواي هي فين هنا؟ بزيرو، يبقى بتزاد بتبقى ايه؟ هنا كده مكانها. فهمتي؟ طيب البي بقى عليك الدور يا مريم. تبقى فين مكانها؟ من تبقى هنا. لا احنا بنتكلم على الرسمه دي، مالكيش دعوه بدي خالص، دي حاجه ثانيه. ده موضوع ثاني. البي ده مكانها. اهي اكبرها لك. عند 3. نعمل ايه؟ عند 3 فين؟ عملتي ايه؟ مش عارف ليه عند 3؟ تخيلتها كده خالص. ليه تخيلتيها كده؟ لا ما لازم يكون في منطق عشان نفهم. ديت هي البي دي بكام؟ البي دي اصلا ب 4 و 2 صح؟ يعني احنا نحسبها كده اكنها ب 4 كده وايه؟ و 2 مش هي دي البي؟ ب 4 و 2 صح؟ لما نيجي نعمل عليها التعديلات، التعديلات اللي هنعملها هتبقى كالآتي، هنعمل على دي تعديل يبقى هنضيف عليها نيجاتيف 4 كده صح، ودي هنعمل عليها تعديل يبقى هنضيف عليها 1 مش كده؟ دول كده مع بعض يدوني ايه؟ يدوني 0 صح؟ ودول مع بعض يدوني ايه؟ يدوني 3 صح؟ يبقى في الحالة دي هنجري على طول ونسأل نفسنا دي بقت كام؟ 0 و 3 فين الزيرو؟ اهو ال 3 فين اهي؟ يبقى دي مكانها الجديد صح؟ فهمنا؟
واضحة؟ حلو. يبقى ده مكان ايه؟ الجديد. بسملة اشتغلي لي على السي. السي هتبقى مكانها فين؟ ما نعمل التعديل اللي احنا بنقول عليه. السي هنا كام؟ 3 1 1. هي هنا بص بالعين بقى، مش لازم نعملها كده بال1. لما نضيف عليها نيجاتيف 4 هتبقى فين مكانها؟ 1 نيجاتيف 4. دي كده 1 و3 صح؟ دي كده 1 وايه و3. لما نضيف على دي نيجاتيف 4 هتبقى نيجاتيف 3. برافو عليك يا مان. ولما نضيف على الواي 1 هتبقى فين؟ فين الواي؟ اه الواي كده فيرتيكالي. فين الواي؟ ما هو الواي ده ما هو قدامك، هو ده الواي الرأسي. لما نضيف على الواي 1 هتبقى كام؟ احنا قلنا هنا ايه؟ نيجاتيف 3 صح يا مانيا؟ وهنضيف هتبقى فين مكانها؟ عند الفور كده صح؟ ان كانت 3 هنا وضفنا عليها 1 بقت فين؟ عند الفور. يبقى نيجاتيف 3 و4 كده. في الحالة دي نقدر نوصلهم كده. طيب ده بيسموه ايه؟ ما هو بيقول لك زين ديسكرايب ذا تايب. ترانسليشن. ايه تايب؟ بنسميه ايه؟ ترانسليشن. برافو عليك، يبقى ده كده بنسميه ترانسليشن، الرسمة اهي. لما نيجي نبص كده نلاقي الحل بتاعها زي ما احنا قلنا، ودي الشكل بتاعها، وهنسميها في الآخر ترانسليشن. تمام؟ اتحولت لـ A داش B داش C داش. نيجي للخطوه اللي بعدها. يبقى اول حاجه بنعمل ايه؟ بنكتب كده، بنعمل زي جدول كده، حاجه صغيره كده. ممكن تعملها كده، ممكن تعملها جدول. يعني انت ممكن تيجي هنا كده تروح عامل كده، تروح كاتب الايه؟ قيمتها كام يا مريم عندي؟ الايه بكام؟ افتحي بقى الكتاب كده. الايه بكام؟ نيجاتيف 2. تحلوا ازاي بقى في الامتحان؟ هو ده اللي انا ايه عايز اقوله لكم. نيجاتيف 2 و 3 صح. البي كام؟ البي كام؟ طب خلينا اشوف انا من هنا. هنا خلاص اقفل. هنا أول حاجة قلنا لا الإكس هنا أول واحدة الـ A بـ 2 و 0 بـ 2 و 0 بـ 2 و 0. يبقى دي كده أول واحدة كده غلط، لازم دي كده نشيلها. خلوكوا تحلوا إزاي في الامتحان. المسائل دي هتجيلكوا في الامتحان على فكرة، هيجيلكوا حاجة زي كده. أول واحدة بكام؟ بـ 2 و 0. البي تعرفي تجيبي بقى البي، وبعد كده نجيب السي. البي بكام عندك؟ البي بصي بيفور اهي الرسمه الاساسيه دي قلنا ب 2 0، الثانيه ب 4 وكام؟ و 2 صح؟ يبقى نكتب هنا 4 وايه؟ و 2. احنا شرحناها كده بس لازم اوديكم طريقه الحل. استنوا بعد كده 1 و 3 ادي سي 1 و 3. طيب اللي حصل عندي تعديل اللي هي ترانسفورميشن. حصل عندك الاكس حصل لها ايه؟ ماينس 4. وعندنا الواي التعديل اللي حصل عليها زودناها 1 كده صح؟ تعالوا نشتغل بقى. أول حاجة هنجيبها لما نكتب كده دول الأول في الامتحان. هنروح كاتبين هنا A داش. وهنا هنكتب B داش أو جنبها يعني. ممكن تعمل تيبل عادي. ممكن هنا بقى إيه؟ دي هتبقى C داش. ديت
هنزود عليها، هنقص منها 4، فهتبقى ايه؟ من غير ما تقعد بقى توجع عينيك والكلام ده على الشاشة ولا في الورق، حلها كده الأول. دي هنزود عليها، هنقص منها 4، فدي هتبقى كام؟ هتبقى نيجاتيف 2، ودي هنزودها 1، هتبقى بكام؟ ب1. لما نيجي نبص هنقول ادي نيجاتيف 2 و1، دي أول واحدة. بعد كده ديت التعديل اللي هيحصل عليها الفور، هنشيل منها 4، لان دايما الاكس اللي بتيجي الاول هتبقى ايه؟ لا هتبقى 0. 4 لما تشيلي منها 4 تديني 0، وال2 لما تضيفي عليها 1 هتبقى بكام؟ 3. خلاص؟ الاخيره اللي هي دي هنكتبها هنا ال1 هنشيل منها 4 تبقى نيجاتيف 3، وال3 هتضيف عليها 1 هتبقى ايه؟ 4. نعمل ريبريزنت لل3 بوينتس دول، الاولانيه دي والثانيه دي والثالثه دي، هيديني الشكل اللي احنا قلناه ده. وبعد كده يقول لك ديسكرايب، اوصف لي بقى الشكل ده حصل فيه ايه؟ ترانسليشن. خلاص؟ مين بقى الشاطر اللي هيحل لي دي؟ انا. يلا قولي لي دي اللي هيحصل عليها التعديلات اللي هتحصل فوق. اول حاجه هتبقى نفس الشكل بنفس الحدود بس تحتها متشقلب. نعمل ايه؟ لا قولي لي نكتب ايه هنا. الايه نكتبها كده بسرعه. الايه نيجاتيف 3. ثواني نكتبها هنا كده ايه بسرعه. هنكتب اول حاجه الايه داش نيجاتيف 3 2. ماشي، هنكتب هنا كده مثلا على الجنب كده ايه داش تبقى كام؟ كبرها كده شويه، هنكتبه هنا كده في مكان يعني ايه داش هتبقى ايه؟ نيجاتيف 3. وعندنا بي داش، وعندنا ايه؟ سي داش. الاي داش تبقى كام؟ نيجاتيف 3. نيجاتيف 3 اللي هي دي. طب ماشي، لا انا عايزها تبقى ايه؟ نيجاتيف 2. سوري نيجاتيف 2. هي اصلا نيجاتيف 3. هي اصلا نيجاتيف 3 هتبقى 3 عشان ناقص، هي الساين بتاعتها اتغيرت بس عشان ناقص. ناقص ليه؟ هو قال لك نيجاتيف 5 او 2 او 3 او اي حاجه، قال لك نيجاتيف اكس، يعني الاكس هتبقى بنيجاتيف اكس. فلو هي بنيجاتيف 3 هتبقى بكام؟ هتبقى ب 3. طب الواي، الواي هنا بكام؟ ب 1. هتبقى ايه؟ هتبقى نيجاتيف 1. دي اول واحده. اللي بعديها بسمله، هاتي لي البي داش. البي هتبقى هتبقى هي 4، هتبقى نيجاتيف 4. برافو عليك. واللي بعديها اللي هي ايه؟ الواي يعني دي الاكس كده صح؟ اه. متاكده؟ لحظه متفكرنيش في نفسي. ايوه لا ثواني بس، هي كده صح يا مريم؟ البي بنيجاتيف 4. ما انت بتقول بنيجاتيف 3. هي بنيجاتيف 3 فتبقى 3. نركز تاني نبص لها، بي داش كده الاكس، كده الاكس، وكده الواي، كده البي. لو من هنا كده مشيت كده تبقى ايه؟ مشيت كده من تحت كده تبقى كام؟ نيجاتيف 3. هنخليها بالماينس تبقى كام؟ تبقى ب 3. احنا الاولانيه قلنا كام؟ الاي داش، الاي داش قلنا بنيجاتيف 3 هتبقى 3، و1 هتبقى نيجاتيف 1. بالنسبه لديت نيجاتيف 3 بي بقت 3، الواي بكام؟ الواي بس الواي بفور تبقى ايه؟ نيجاتيف 4. فهمنا؟ فهمنا يا بسمله؟ ماشي. اللي بعديها عندنا ايه؟ السي، السي هنا بكام؟ السي عندنا نيجاتيف 1. الاكس بكام؟ نيجاتيف 1. فهتبقى بكام؟ 1.
و الواي الواي هتبقى لحظة بون تبقى ايه؟ نيجاتيف وان. تعالوا نمثل الكلام، تعالوا نمثل الكلام. اول حاجة 3 و نيجاتيف 1، فين ال 3 اهي؟ دي بقى محتاجة شوية ان احنا ايه نعمل زي تعديل كده، ان احنا غطينا على البتاع، نعمل تعديل اسود كده. ركز مع بعض، اول واحدة 3 و نيجاتيف 1، ادي 3 نمشي كده 3 و نيجاتيف 1 يبقى فين؟ تبقى هنا كده صح؟ بعد كده 3 و نيجاتيف 4، 3 و نيجاتيف 4 تبقى فين؟ تبقى هنا كده. بعد كده 1 و نيجاتيف 1، 1 و نيجاتيف 1 تبقى فين مكانها؟ هنا. يبقى نعمل دي كده نوصلهم ببعض بقى صح؟ لما نيجي نوصلهم ببعض هيبقوا عاملين ازاي؟ هتبقى دي كده دي كده. ايه اللي حصل لها؟ ايه اللي حصل لها؟ ايه؟ روتيشن. روتيشن. برافو عليك، كده حصل لها فعلا روتيشن، شايفين؟ هي. نفس اللي احنا عاملينه فوق، شايفين؟ دي نزلت كده وجت كده ودي كده. اهي. خلاص؟ دي اسمها ايه؟ روتيشن. التالتة عشان ايه؟ نكون ايه ظبطنا الدنيا وكده، ايه مفيش حاجة واقفة قدامنا، ان دي مسألة بتيجي في الامتحان. فانا عشان كده بركز معاكم على ايه؟ معتمد على التفكير. لا لا تفكير ولا حاجه، ده سهله جدا جدا. سهله بس ايه؟ بس تركيز مش تفكير. الرسم مش هيجي في الامتحان. لا ممكن يجي. ممكن يجيبوا لك ورقه مدرس مسؤول. ممكن يجي. المدرس عندنا قال مش هيجي. الله اعلم عندكم في المدرسه ممكن. انا مش عارف طبعا. انا بتكلم بشكل عام كتير. احنا نفهم الحاجه جت نحلها، ما جتش خالص ولا ايه؟ نحط كل الاحتياطات. بصرف النظر يعني عن توقعاتنا، لان في امتحانات بتيجي فيها حاجات زي كده، هنشوف يعني مع بعض الامتحانات. العجوز الحمد لله مذكور. الاكس والواي، الاكس اديناها زي ما هي، والواي هي اللي ايه؟ هتتغير. يعني يعني لما نقول الاكس هنا ب 3 هتفضل زي، والواي ب 0 صح؟ اه الواي ب 0 صح؟ الاكس ب 3 والواي ب 0. يبقى الاكس عدلناها ب 0 والواي ب 0، مفيش حاجه اسمها نيجاتيف 0. فعدلناها هنا كده صح؟ اللي بعد كده بالنسبه دي، بالنسبه للدي، بالنسبه للايه؟ هنا بكام؟ ب 0 و 1. ب 0 و 1 عدلناها ب 0 وايه؟ ونيجاتيف 1. ان الواي لا تتغير، الزيرو مالوش بوزيتيف ونيجاتيف. طب بالنسبه للبي بكام؟ ب 2 هدلناها زي ما هي، ودي 3 هتبقى نيجاتيف 3، تبقى فين مكانها؟ هنا كده. عندنا بعد كده السي ب 5 هدلناها زي ما هي، و 2 هتبقى نيجاتيف 2 هدلناها هنا. نعرف نوصلهم ببعض صح؟ هنوصلهم ببعض يبقى كده. الريفليكشن حصل ايه؟ متأكدين؟ طب ماشي، دي الرسمة بتاعتي. بيقول لك هنا بقى ايه؟ The image يعتبر ان في دي قبل الجي. ايوه reflected فعلا، هي فعلا هنا reflected. The image reflected to become E dash B dash C dash D dash. اما في الثانيه كانت ايه؟ روتيتد. الاولانيه ترانسليتد. كده خلصنا المثال ده، وده مثال مهم جدا. نيجي بقى لحاجه ثانيه. هنا بيقول لك درو ايميج او ايميج اوف ذا كوادريلاترال اي بي سي دي وير الاي بكذا والبي بكذا والسي بكذا والدي بكذا اكوردنج تو ايتش اوف ذا فولوينج ترانسفورميشن. الاكس والواي حصل فيها التغيير ده، نعرف نرسمها؟ والاكس والواي حصل فيها التغيير ده، نعرف نرسمها؟
والاكس والواي حصل فيها التغيير ده نعرف نفسه صح؟ طيب نعرف بقى في الحالة دي هيدينا ثلاث رسومات زي كده، دول تعتبر ثلاث مسائل منفصلة محتاجين فيهم حاجة؟ نفس الفكرة. نيجي بعد كده للدرس الثاني. دلوقتي هنخش على موضوع جديد بقى في ليسون نمبر 9، حاجة اسمها الريفليكشن. بس ايه هناك كنا بنعمل على بوينت، هناك كنا بنعمل ريفليكشن على ايه؟ على بوينت. اما هنا هنعمل ريفليكشن على ايه؟ على ستريت لاين. الولد دوت اللي واقف قدام المراية بيقول لك الفرق بقى، عشان تبقوا عارفين الفرق ما بين الصورة اللي جوه ده، عملنا له علامة حمراء في دماغه ليه ديت للمراية، الفرق ما بين الصورة اللي جوه دي والمراية هي نفسها الفرق ما بين ايه؟ ما بين الشخص نفسه والايه؟ والمراية. يعني الحتة دي من هنا للمراية هي نفسها من هنا للمراية، تمام؟ ودي كنا خدتوها في الساينس تقريبا في جزء برضو في جريد 5 او حاجة. نيجي بندينا بـ definition of reflections in straight line. بيقول لك لو عندك الـ A اللي هي دي not belong للـ L، يبقى الـ straight line اللي هو اسمه L ده بيمثل بيعمل ايه بقى؟ بيكون perpendicular على الـ A داش. طالما هو مش جاي عليه كده، يعني هي مش جاي مش belongs ليها، يعني مش جاي عليها، تمام؟ مش جاي عليها، يبقى في الحالة دي هتكون الأقل بيربنديكولار على الإيه؟ على الإيه؟ إيه داش. خلاص اتفقنا؟ ده الموضوع بكل بساطة. دي أول نقطة. تاني نقطة، لو البي دي بقى بيلونج للإل، يعني جاية فيها، يبقى البي ريفليكتد أونتو إتسالف. فيبقى هو كده لما نقول هو جاي عليه يبقى reflected onto itself. يعني ايه الكلام ده مستر؟ يعني البي هي نفسها البي داش، يعني البي هي نفسها البي داش والبي داش هي نفسها البي، تمام؟ لان reflected على نفسها هتروح فين، تمام؟ ماشي. اما لما يكون هي بعيد عنها كده الايه هتبقى ال بيربنديكولار على ايه؟ ايه داش. والمسافه دي هتبقى قد المسافه دي، دي اسمها الاورجن او نقطة الاصل، تمام؟ في الكوردينيت بلان هتلاقي من الايه، لو فرضنا هنا دي اسمها ام، هنلاقي ان المسافة ما بين الايه والام هي نفسها المسافة ما بين الايه داش والام. واضحة؟ ازاي توجد بقى بوينت باي ريفليكشن ان جيفن ستريت لاين؟ ادي الستريت لاين. احنا كل ده هناك كنا بنشتغل ايه في الاول؟ يعني بوينت وحصل عليها ايه؟ ترانسفورميشن او ترانسليشن او ريفليكشن او روتيشن، صح؟ كانت بوينت. اما هنا كلامنا كله على ايه بقى؟ على ستريت لاين اللي هو الـ. فالوضع يختلف. بيقول لك عندك عايزين نوجد الايميج للبوينت للايميج point by reflections in the given straight line. نعمل ايه يا مريم؟ finding image of a point by reflection in the given straight line. يعني ايه الكلام ده؟ نعمل ايه؟ عايزك تشرحي لي الحته دي كده من هنا لهنا، الحته دي كده تشرحها لي دي كده ودي كده، وعايز يقول ايه الراجل ده؟ يلا اتفضلي اتكلمي. عشان عادي اونلاين عادي مش مشكله. ايري دون ارك اوف سيركل، لا علي الصوت عشان الناس يسمع. درو ايه؟ درو ان ارك اوف ا سيركل والسنتر اي تو كات ال ات بي اند سي. يعني ايه كده؟ نرسم ارك بال اسمه ايه؟ البرجر عند السي والبي. ناخد منين؟ من عند السي للبي.
علشان فين السنتر؟ عشان لقطع السنتر بتاعنا يكون فين؟ السنتر اللي هي ايه هي الارك هنرسم الايه لا السنتر فين بيقول لك draw an arc of a circle with center A فين السيركل اللي هو ده اللي هو ده كده صح اه to cut L نقطع عشان نقطع اللاين ده كده عشان نقطع اللاين يبقى ناخد بشكل مناسب بحيث ان هو ايه يقطع ال L او الستريت لاين اللي هو L فين في البي نقطع والسي نقطع كملي وبعدين نقطع الستريت لاين خلاص تو بوينت انترسيكتد ان تو بوينت السي والبي وبعد كده وذا سيم راديوس لاينز تيكينج بي ام سي ات ذا سنتر نعلي الصوت بسمعي بقى عشان اعرف وذا ايه وذا سيم راديوس لاينز تيكينج بي اند سي ات سنترز درو تو اركس ان ذا اذر سايد اوف ذا ستريت لاين ال سو انترسيكتد اي داش ذن اي داش از ذا ايمج اوف اي باي ريفليكشن ان اي ان ال ايمج ايمج بعدين لا لا اللي احنا قلنا ده ايه with the same radius بنفس الطول taking B and C as centers draw two arcs نرسم two arcs تاني image من هنقف عند السنتر هنا ونرسم فين؟ two arcs انو سنتر السنتر ده فين هنا هو ما بين ال B وال C طب خدي 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 اعملي كده سوين فين السنتر الماوس معاك اهو وايه فين هنا كده تقصدي هنا ايوه ونعمل ايه من هنا البرجر ونرسم تو اركس هنا بنفس الطول اللي رسمنا بيه نرسم تو اركس طيب هنا. بشوفي لو انت عملتيها كده هيعمل لك كده ليه بقى ليه قولي ليه لازم ترجمه السؤال نفهمها ونفهم الكلام المكتوب عشان نعرف نجاوب هو انجلش انجلش سهل بالنسبه لنا فلازم نجاوب صح السؤال بيقول لك which is with the same radius lens taken the B and C as a center يبقى ناخد ال B with C as a center يبقى دي تبقى مرة center ومرة دي تبقى center فلما نعمل دي center بنفس الطول اللي هو خده بنفس الريديوس اللي هو خده هتعملي ما انا هقول لك بقى هتعملي كده هنا ايه ارك كده ومن هنا ومن هنا بنفسه هتعملي برضو ارك كده هيتقابلوا في بوينت هي دي بقى هي دي الاي داش لما بتاخديها من النص لا ما ينفعش تاخديها من النص ما ينفعش تاخديها ازاي هتعمليها ازاي احط البرجر وارسم زي مشكوك كده اه لا ده مش صح هتطلع نفس النتيجه مش صح انا بقولك الصح الصح انك انت تاخدي دي بوينت ودي بوينت تمام وبعدين تعملي ارك من هنا وارك من هنا وتوصليهم ببعض هيبقى يعني في تقابلوا في نقطه هنا النقطه دي هي الايداش تمام اعملي زي ما بقول لك كده ان مش كل المسائل تتحل بالطريقه دي فانتبهي انت لازم انت عملتي ارك ليه وعمل ارك كده طب ماشي طب ما هو حلو جميل رائع ليه هو اصلا عمل بقى الخطوه دي كده ما كانش عملها هي كمان ما كانش عملها هي كمان ليه عمل الارك ده كله ما كانش ليه لازم بقى صح ما كانش ليه لازم خلاص اهو ما نعملش دي كده ونعمل دي كده وكمان وزي ما انت بتقول ناخد الحته دي كده نعملها هنا صح طيب بدل ليه هو ليه عمل الارك ده وليه عمله هنا وهنا خلاص ملوش لازمه هو كمان مش مهم كان لو قال دي 3 سنتيمتر كان جه هنا وعمل 3 سنتيمتر كده خلاص ولما عمل من هنا 3 سنتيمتر كده زي ما انت بتقولي بقت فين فين النقطه عند ايه ثواني هي فين النقطه لو انت خدتيها من هنا بقى بقول لي غلط ليه بقى غلط هديك الاجابه لو انت خدتيها من هنا هنا كده انت عملتي ارك واحد كده صح اه انهي نقطه بقى في الارك ده المفروض نوصلها ما ده ما كانش موجود ده كده مش موجود اصلا الحته اللي بتاعتي اصلا ما كانتش موجوده اللي موجود الحته دي الايه هي دي كانت موجوده دي ما كانتش موجوده دي ما كانتش موجوده من النقطه دي للايه داش ما كانتش موجوده
انت قلتي بنفس نقطعها كده، ده انت افترضتي ان دي كانت موجوده، ما تفترضيهاش. ومين قال انك انت لما هتنزلي كده هتنزلي كده مستقيمه كده عليها عموديه بيربنجوكولار زي ما هي فوق كده بيربنجوكولار؟ عرفتي ليه؟ ما ينفعش تاخديها من هنا. لو خدتيها من هنا، لو خدتيها من هنا معناها ان ممكن تبقى دي البوينت او دي البوينت او دي البوينت او دي البوينت، اي واحده في الارك ده يكون هو البوينت، صح؟ مين قال بقى الصح؟ اما لما انت تعمليها من هنا تيجي كده ومن هنا تيجي كده، لا خلاص هنا دي بقى النقطه دي كده توصليها كده لغايه دي كده، وهو ده الصح. دلوقتي احنا عملنا ايه بقى؟ عملنا الموضوع ده على بوينت باي ريفليكشنز ان ذا جيفن ستريت لاين. تعالوا نعمل نفس الموضوع بقى على بوليجون على شكل هندسي باي ريفليكشنز ان ذا جيفن ستريت لاين برضه نفس القصه اللي احنا عملناه في الايه؟ هنعمل له كده ايه؟ دي بقى هنعملها ازاي؟ نوصلها، ما ينفعش. فنيجي هنا نعمل ارك، الارك هيجي مثلا نقول هنا وهنا كده في الحته دي، صح؟ بنفس المسافه اللي خدنا بيها الراديوس، هنيجي هنا نعتبر دي سنتر ودي سنتر، دي سنتر هتعمل لي دي كده، ودي سنتر هتروح عامله لي دي كده، اتقابلوا فين؟ في بوينت كده الايديش. نفس الكلام نعمله مع ايه؟ مع البي. البي هتبقى هنا كده مثلا، وهنا. طيب نفس الكلام نعمله مع مين؟ مع السي، هتبقى هنا بعيدة شوية، صح؟ بس عشان كده جت أكتر، كل ما نبعد كده كل ما نلاقي الأرقى كان أكبر. فنيجي نعمل برضو نعتبر الاثنين الزرق دول لكنهم سنتر، فهتديني البي داش كده، ادي كده وكده. نفس الكلام بالنسبة للسي، السي هتبقى كده برضو وكده. اللي لو خدنا من هنا هنعمل ارك كده، لو خدنا من هنا هنعمل ارك كده، عملنا الاي داش والبي داش والسي داش، وصلناهم. هو ده الجزء الطويل العريض اللي هو عمال يحكي فيه، تمام؟ في هنا نوتس بقى، ملاحظات لازم ناخد بالنا منها. ايه الملاحظات دي؟ بصوا للتو تراينجلز دول ملاحظين ايه؟ كوندرانت. برافو عليك، برافو عليك يا مريم. فهنيجي هنا الايه؟ ان الاي سي هتبقى قد الاي داش سي داش، والاي بي هتبقى قد الاي داش بي داش، والبي سي قد البي داش سي داش، صح؟ ده الموضوع باختصار شديد. يبقى الاثنين دول كونجرانت ولا مش كونجرانت؟ كونجرانت. وهنلاقي ان كل زاويه من الزوايا دي قد الايه؟ الزاويه المقابله ليها، او الكورسبوندنج انجل. يعني الايه؟ الانجل دي هتكون قد الايه؟ الانجل ايه باش. دلوقتي اول حاجه جبنا الريفليكشن بالايه؟ للبوينت على ايه؟ الستريت لاين. وبعد كده جبنا للبوليجون. ايا كان البوليجون كده عدد الفيرتكس او الفيرتسيس بتاعته قد ايه؟ فبنقدر نمثل كل بوينت لوحدها ونوصلهم ببعض، تمام؟ وهنلاقي ان دولت كونجرنت مع بعض، يعني كل سايد لينس ايكوال السايد لينس الايه؟ الكورسبوندنج دي، يعني الاي سي ايكوال للاي داش سي داش، والاي بي ايكوال للاي داش بي داش، والبي سي ايكوال للبي داش سي داش، تمام؟ هنا بقى بيقول لك من ضمن الحاجات اللي احنا ناخد بالنا منها ومهمه جدا، شوف ده الشكل اللي زي ده كده الاي بي سي، لما تيجي بيقول لك ريفليكشن از جيومتريكال ترانسفورميشن ويز ترانسفورمز ذا جيومتريكال شيبس انتو ايه؟ انذر وان كونجرانت. كونجرانت يعني ايه؟ مطابق ليه، يعني ايكوال اتس سايد سيلينس اند ان انجل ميجر. يبقى هما الايكوال في كل السايد لينس كلهم ايكوالز، وكمان الانجلز كلهم ايه؟ قد بعضهم. بط هنا بقى النقطه دي بقى، الدايركشن اوف ريدنج ذا شيب اوف اوبزيت دايركشنز ريزنج ذا ايميج. تعالى هنا بقى نشوف، هتلاقي ده كده، هتلاقي كده الاي بي سي بنقطعها ازاي؟ كده ماشيه كده مع عقارب الساعه، صح؟
ودي اللي بنسميها كلوكوايز. ال A B C كلوكوايز. اما تعالى بقى ال A داش B داش C داش تنطقها ازاي؟ بقت كده، بقت عكس عقارب الساعة. عكس عقارب الساعة وبيقولوا عليها انتي كلوك وايز. انتي كلوك وايز تمام. هنيجي بعد كده هنعمل الخواص بقى. تعال نشوف البروبرتيز. البروبرتيز او خواص او الوظائف بتاعت الريفليكشنز ان ستريت لاين. هنفترض ان الستريت لاين بتاعي هنا ايه قدام اهو تمام. وبعدين بيقول لك السيملي ايمج للريكتانجل اي بي سي دي ويتش اللي فيه ايه. عندك الاي بي بكام؟ 4 سنتيمتر، وعندك البي سي ب 2 سنتيمتر باي ريفليكشن. ريفليكشن على ايه؟ على الاي بي. ادي الاي بي، يبقى هنعمل ريفليكشن على الايه؟ على الاي بي. تعال نشوف كده. اول حاجه بنعمل دراوينج للريكتانجل اي بي سي دي. طب نلاحظ حاجه بقى، الشاطر يقول لي دي هنعملها ازاي؟ ازاي نعمل صوره للاي بي سي دي؟ ايمج. ايوه ايمج. ايمج ازاي تعملي ايمج؟ ايمج 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 ايوه. ازاي تعملي ايمج للايه؟ ايوه ايمج. الايمج للايه؟ للريكتانجل اللي هو اسمه اي بي سي دي. اول حاجه هسالكم سؤال، الدي هناخد ارك ونعملها كده، هتقف هنا كده وكده تبقى انترسكت، بس هي مش انترسكت مع الاي بي، ده هي انترسكت مع الاكستنشن بتاع الاي بي او البي اي، لان هي مش هتيجي جوه، في جزء منها هيجي بره، وعشان كده بنقول ستريت لاين، يعني هنا شعاع وهنا شعاع، يعني دي ايه ملهاش نهايه ومن هنا ملهاش نهايه. فاحنا هناخد المسافه ما بين الدي والاي كده تقريبا، ونزود شويه ونروح عاملين ارك. الارك ده هيقطع لي الاي، هيبقى الاي بي في النقطتين دول اللي عملناهم بالاحمر دول، ومن نفس الطريقه وبنفس المسافه هناخد من هنا، دي هنعتبرها سنتر ودي كمان هنعتبرها ايه؟ سنتر. دي لما نعتبرها سنتر يا بسمله تيجي ازاي؟ تيجي كده. ودي لما نعتبرها سنتر الارك الثاني هيقطعها كده وتبقى اتقطعوا في نقطة، النقطة دي نوصلها، يبقى كده جبنا الايميج. جبنا الايميج دي ايه؟ الايميج لايه؟ للدي. في عندي حد يعني هقول لكم انا بعد الحلقة في حلقة خاصة كل ما اقول ايميج يقول لي ايميج. ايميج تمام؟ ايميج. ده طالب عندي متفوق جدا. طالب. طالب. متفوق جدا. مش طالبة هي. وبعدين يعني انا مش عايز اكسفه. ايميج. خلاص عشان ما نكسفوش. ايوه. نيجي هنا بقى بالنسبة للسي. الايميج بتاعها نجيبه ازاي؟ هناخد نفس، نعمل ارك هنا وارك ايه هنا كده، نيجي هنا كده نختار بقى اللون ده، نيجي هنا نعمل دي كده وهنا، وبنفس الطريقه نعمل ارك كده وارك كده، هيتقابلوا في بوينت هنوصلها برضه. يبقى كده جبنا الايميج بتاعت دي بقت دي داش، وجبنا الايميج بتاع السي بقت سي داش. السؤال هنا بقى، ماذا عن الاي والبي؟ مين اللي هيجاوبني؟ ماذا عن ايه؟ نعمل لهم ازاي ايميج؟ على ايه؟ الاي والبي ازاي نعمل لهم ايميج؟ عند دي ونعمل ارك. هنا بقى الغلط، الباشا اللي عمال يقول لي الايميج من الصبح ده غلط. بص يا باشا، عندك هنا مش دي، عندك دي وديت بتنعكس على نفسها لانها ايه؟ بيلونجز للال، فما ينفعش بتكلم عن دي، فدي هتبقى في مكانها. ثواني، دي كده نكبر دي كده ونركز قوي 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 في اللي انا بقوله، دي كده هتبقى في مكانها ودي كده هتبقى في مكانها، مش هيحصل فيها اي حاجه لانها بيلونجز للايه؟ للستريت لاين اللي هو ايه؟ ايه داش الايه بي بيلونجز دي ولا لا؟ يبقى ما ينفعش، يبقى هي بتنعكس على نفسها، بتنعكس على ايه؟ نفسها. وهنلاقي بقى الاستنتاجات بتاعتنا. أول حاجة هتستنتجوا ايه؟ هنلاقي إن أول حاجة عندنا إن الحتة دي كده هتبقى قد الحتة دي، وديت السي دي هتبقى قد السي داش دي داش، وهنلاقي السي بي
ادي سي داش بي داش صح؟ يعني دي كده ادي دي ودي ادي دي ودي كده ادي دي دي كومن طبعا. خلاص اتفقنا؟ وهي دي الملاحظات اللي بيقولك عليها. تعالى بقى هنا بقى في نقطة مهمة قوي 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 اختلفت عن الجزء اللي فات. هنا بيقول لك بقى الاتش بيقول لك الاي دي ايكوال ايه دي ايه دي داش، ما قالكش ايه داش بقى لان الايه هنا ثابته انعكس على نفسها ما يبقاش ايه داش، هي نفسها ايه. دي اول جزئيه عايزكم تفهموها. تاني حاجه عايزكم تركزوا فيها بعد ما نخلص الجزئيه دي، عندك الدي سي الدي سي الدي سي دي بقت دي داش وسي داش واضحه جدا. عندنا بعد كده السي بي هي نفسها السي داش بي برضه، ما نقولش بي داش اللي هي دي. وقال لك ان الاي بي اللاين سيجمنت ده اللي اسمه اي بي ده كده اللاين سيجمنت ده كومون، كومون يعني مشترك ما بين ايه التو شيبس او التو ريكتانجل الاي بي سي دي والاي دي داش سي داش بي. تاني جزئيه قال لك ان الانجل كلها ايه كونجرنت او كلهم ايكوالز زي ما قلنا. يعني ايه الكلام ده؟ يعني الزاويه دي بتاعت الدي هتلاقيها قد الدي داش والسي هتلاقيها قد السي داش صح؟ ودي اللي فوق قد اللي تحت وهنا اللي فوق قد اللي تحت. دي تاني معلومه. تالت معلومه فروم ريكتانجل اي بي سي دي هنلاقي ان البارلل كلهم بارلل، يعني هتلاقي دي كده الجزء ده بارلل لدي وديت بارلل لدي وديت بارلل لدي. يبقى اول حاجه حافظ عليها عمليه الترانسليشن دي حافظت على ثلاث حاجات، لا حافظت على اربعه. مين يقول لي عليهم؟ هناك حافظت على ثلاثه بس، يعني هناك في الشكل اللي خدناه هناك ده حافظ على ثلاث حاجات بس. حافظ لي على السايد لينس، وحافظ لي على الميجرز، وحافظ لي على البوينت بتوين، يعني لما يكون البي سي وعندك بي داش سي داش اي نقطه على البي سي هي نفسها يقابلها نقطه على الايه بي داش سي داش. كده حافظ لي على ايه ثالث حاجه ثالث حاجه. تعالى هنا بقى هنا هيحافظ لي على حاجه ثانيه، بس هنا ما حافظليش على حاجه اللي هي الكلوك وايز وانتي كلوك وايز، ما حافظليش عليها. اما هنا بقى حافظ لي على الثلاثه اللي قلناهم دول اهم، الاولانيه دي اللي هو اللينس والميجرز بتاع الانجلز وكمان الايه البارلل الباراليزم، يعني حافظ لي على الايه الباراليزم. وقال لك كمان حافظ لي على الحاجه اللي هي البيتوين، بص اهو البوينت لايز اون دي سي وي فايند ذا ايمج reflections in the straight line A dash sorry in AB to find the image on A D dash C dash. ودي كمان كانت متوفرة. الحاجة بقى الجديدة اللي هو حافظ لي على الـ clockwise direction، حافظ لي على الـ clockwise direction صح؟ لما بتيجي تقرا بنقرا ايه؟ A B C D ماشية كده ماشيين كده لا، ولما بنيجي نقرا كده A B C D A داش سوري A داش D داش C داش B صح؟ برضه مش هنا يبقى حافظ لي على ايه؟ كلوك وايز. نيجي بقى لمثال زي ده ناخده وبعد كده دلوقتي هناخد اكزامبل على الجزئيه اللي احنا خدناها دي. بيقول لك in the opposite figures ال A B C D فين ال A B C D؟ ادي ال A B C D ده quadrilateral. quadrilateral يعني عباره عن four sides. quadrilateral يعني كام؟ four sides in which ال A measures بتاعته equal صح؟ مين قال؟ quadrilateral مش equilateral. هنا which ال angle A ب 100 وال A دي اللي هي دي بارلل للايه؟ للبي سي. بيقول لك لو الشكل بقى التاني، الشكل التاني اللي هو ايه؟ الشكل التاني اللي هو هنقول عليه دلوقتي. اكس واي زد ان، ادي اكس
واي زد ان. ده يعتبر ايميجمنت صح؟ يبقى ده ايميجمنت ده باي ريفليكشن على ستريت لاين اللي هو ال اللي هو ال اللي ده صح؟ اول حاجه بيقول لك عايز الميجر بتاع الواي. الميجر بتاع الواي فين الواي؟ فين الواي؟ مستخبيه؟ طيب نعدلها شويه. دي الواي، عايز الميجر بتاع الواي. الواي بقيت احنا قلنا ايه؟ دي ريفليكشن ليها، ريفليكشن على الستريت لاين. اول حاجه تبقى ايه؟ ليه اتش؟ عشان هنا دي تكمله دي تبقى 180. يعني عندك الاي دي ب 100 هتبقى الاكس دي بكام؟ ب 100 عشان دي كورسبوندنج ليها تبقى دي بكام؟ اتش لان الاثنين ايه؟ 180. انتيريور لا لان الاثنين دول 180 اتش يعني انتيريور من الداخل صح كده؟ طيب في الحاله دي هنلاحظ ان دي اتش فاللي يقابلها الناحيه الثانيه اللي الواي هي مقابله للايه؟ للبي ان شاء الله عليك. برافو عليك يا مريم. خلاص تطلع اي تي فعلا. نيجي بعد كده للسيركل تبع طبعا هنا هنتكلم بقى عن ريفليكشنز ان كارتيزيان كوردينيت بلان. كارتيزيان ايه؟ كوردينيت بلان. يعني ايه الكلام ده؟ يعني لما نيجي هنا نعمل ريفليكشن على الاكس اكسس نشوف هيدينا ايه؟ ولما نعمل ريفليكشن على الواي اكسس هيدينا ايه؟ عارفه هي الاكس اكسس؟ حلو. هنا بقى الاي لو ب 2 و 3 طالما هنعمل ريفليكشن على الاكس اكسس ناخد بالنا مش هتعمل ريفليكشن على الاكس اكسس يبقى الاكس بتبقى ثابته والواي بنغير الاشاره بتاعتها. الواي ايه؟ بنغير الاشاره بتاعتها. يعني الاكس والواي هتبقى اكس وواي داش سوري ماينس واي هتبقى اكس وماينس واي تمام؟ فهمنا؟ طيب لو جينا نعمل بقى الريفليكشن على الايه؟ على الواي اكسس على الواي اكسس يبقى ايه اللي هيتغير؟ الواي هتبناها زي ما هي والاكس هي اللي ايه؟ هتتغير. يبقى لو عملنا على الاكس ريفليكشن ايه اللي هيتغير؟ الواي الساين بتاعتها هتتغير. ولو عملنا ريفليكشن على الواي ايه اللي هيتغير؟ الاكس الساين بتاعتها هتتغير. خلاص ودي المواضيع بكل سهوله ونقدر ناخد مثال على الموضوع ده زي كده. تعال هنا بيقول لك ارسم لي سكوير لاتس مش عارف تريانجل عندك الايه بكذا والبي بكذا والسي بكذا. تعال نشوف هو عايز ايه. بيقول لك اعمل لي ريفليكشن على الاكس اكسس هنعمل التغيرات الايه مش دي الايه اهي الايه بكام ب 9 و 5. طب لما نيجي نعمل على الاكس اكسس ايه اللي هيتغير؟ ايه اللي هيتغير لسه قايلين؟ الواي الايه الواي الواي فهتبقى 9 وايه ونيجاتيف 5 صح 9 ونيجاتيف 5. خلي بالك انت هتعمل ريفليكشن مره فتديك بالداش داش داش وبعد كده نعمل ريفليكشن تاني نعمل 2 داش 2 داش 2 داش. احمد يعني في واحد اعرفه المهم جاب لي جاب لي الصوره هنا قلت له غلط خد باله قال لي ايوه سوري يا مستر وراح رايح مصلحها على طول. هقول لكم ازاي بقى الكلام ده. اول حاجه دي 9 وهتبقى 9 ونيجاتيف 5 ال 9 فين؟ اهي زي ما هي نيجاتيف 5 يبقى نزلنا تحت كده يبقى ده مكانها. طيب البي هنغير الاكس ولا هنغير الواي؟ هنغير الاكس ولا هنغير الواي؟ هنغير الاكس ولا الواي؟ هنغير الواي فهتبقى 6 وكام؟ هتبقى 6 ونيجاتيف 1 هتبقى 6 وكام؟ حلو نكتب كده نقول 6 ونيجاتيف 1 6 فين اهي نيجاتيف 1 اهي مكانها خلاص اهي كده مثلنا دي ومثلنا ايه دي. هنيجي بعد كده هنعمل السي داش. السي داش قلنا لما نيجي نعمل ريفليكشن على الاكس اكسس
الاكس بتدلها ثابته والواي اللي بتتغير. طب هنا 2 و2 يبقى الاكس دايما هي اللي بتيجي الاول، فاحنا قلنا هنعمل ريفليكشن على الاكس تبقى 2 زي ما هي. وال2 دي بقى تبقى ايه؟ هتبقى نيجاتيف 2 كده. طب فين ال2؟ اهي يا مستر. فين النيجاتيف 2؟ اهي يا مستر. يبقى خلاص نوصل دول كلهم يبقى حلناه كده. احنا وصلنا المرحلة دي، اول واحدة، اول جزء من السؤال. الجزء الثاني من السؤال عايز A داش B، A داش A دبل داش و B دبل داش و C دبل داش. Which the image of triangle A داش B داش C داش is reflection in the Y axis. طب لما يكون Y axis هنعمل ايه؟ هنشتغل بقى على الاولانية تاني ولا هنشتغل على التانية؟ تانية. نشتغل على التانية. فدي بقت 6 ونيجاتيف 1، هنعمل على الايه؟ ريفليكشن على الواي اكسس، فاللي هيتغير ايه؟ الاكس. فدي هتبقى ايه؟ هتبقى نيجاتيف 6 و1، صح كده؟ فين نيجاتيف 6 و1؟ ادي نيجاتيف 6 و ال1 هنا الايه داش، سوري لا ثواني، هنا لا لا، هنا البي داش، احنا بنتكلم على البي داش اهي، نيجاتيف 6 اهي ونيجاتيف. يبقى هنا المفروض بنعمل دي، بنغير الاكس ونثبت الواي. الواي هنا بكام؟ بنيجاتيف 1. صح، ونكتبها تاني. احنا قلنا بنعمل ايه؟ بنغير الاكس ونسيب الواي زي ما هي. الواي بكام؟ بنيجاتيف 1، ادناها زي ما هي، فبقت نيجاتيف 6 و1 اهي، دي البي داش. الاي داش هتبقى بايه؟ هنغير الاكس هتبقى نيجاتيف 9 و ايه؟ 5 ونيجاتيف. هتبقى نيجاتيف 9 وكام؟ نيجاتيف 5، لان ال 5 مش هتتغير. ادي نيجاتيف 9 ونيجاتيف 5. نيجي بعد كده للسي، دي هتبقى نيجاتيف 2 ايه؟ ونيجاتيف 2، صح؟ ونمثلها بقت الجزئين، نوصلهم ببعض، يبقى احنا ايه؟ حلينا الجزئين بتوع المسألة الاثنين. خلاص اتفقنا؟ نيجي بقى لجزء مهم جدا اسمه الاكسس اوف جيومتري اوف سم جيومتريكال فيجرز. في حاجات بقى عشان تريحوا نفسكم. الجيومتري ايه قصته؟ وايه قصة الاكسس اوف جيومتري؟ انت عارف الاكسس اوف جيومتري يعني؟ خدناه قبل كده. محور في البرايمريز. ده اسمه محور التماسك. محور ايه؟ التماسك. لو عندي تراينجل زي كده، لو هو ايسوسيلس تراينجل، يبقى المحور التماسك الاكسس اوف اللي هو الاكسس اوف سيمتري هنا كام يا مريم؟ يبقى 1، عدده 1. طب لو هنا، لو الاثنين اللي انت بتتكلمي عنها من شويه ايكوالاترال تراينجل، يبقى عندنا 3 ايه؟ اكسس. طيب بالنسبه اللي هو السكالين، السكالين طبعا كلهم مش قد بعض، فيبقى ايه؟ زيرو. اما بالنسبه للباراليلوجرام برضو زيرو. واحد يجي يقول لي يا مستر طب ما احنا لو عملنا كده يبقى في تماثل، اقول لك لا، لان دي النقطه دي كده في الحاله دي مش هتيجي على دي، ولا دي هتيجي على دي. طب لو عملناها كده برضو دي مش هتيجي على دي، صح؟ ولا دي هتيجي على دي. اما في الريكتانجل نقدر نعمله، عنده 2 ايه؟ اكسس اوف سيمتري. والرومبس نفس الكلام، اللي هو ايه؟ الديابولز بتاع الرومبس. بالنسبه للسكوير لا، يديني 6 ياخد صفات الريكتانجل، وفي نفس الوقت الديابولز بتوعهم واحد قد بعض، الريكتانجل مش قد بعض. فيجي هنا سوري، الباراليلوجرام مش قد بعض. نيجي هنا نعمل ايه؟ 1 2 3 4 يديني 4، نحفظهم. اما الترابيزيوم لا، زيرو. طب بس في حاجه اسمها ايسوسيلس ايه الترابيزيوم، نعرف الايسوسيلس الترابيزيوم او الايسوسيلس تراينجل، الاثنين بيدوني اكسس ايه؟ 1. طيب بالنسبه للسيركل، اوه عدد لا نهائي، ان انفينيت نمبر، بس اهم حاجه ايه؟ تمر بالسنتر، اهم حاجه تمر بايه؟ بالسنتر. انفينيت ايه؟ نمبر، يعني عدد غير محدود، ان شاء الله يكون مليون. هنا البنتاجون في كام سايت؟ 1 2 3 4 5. يبقى الاكسس اوف سيمتري كام؟ 5.
طيب الريجولار هيكسجون بس اهم حاجه يكون ريجولار يعني قد بعض. يديني كام؟ يديني 6 وده ريجولار بنتاجون. خلاص اتفقنا؟ يبقى عندنا حاجات بزيرو وحاجات بوان ودي حاجات دي سيرو دي كده سيرو عشان بيجي منها في الامتحان. خلاص اتفقنا؟ ده نفهمه عشان ما تتعبوش بعد. نيجي هنا بقى طبعا بيقول لك اون ذا سكوير دوت عندنا ديترماين ذا بوينت A و B و C. ادي الايه؟ ادي البي ادي ايه؟ السي. في كل حالة بيقول لك find the image of the triangle ABC by reflection على ال X axis. X axis يبقى كل واحدة عن ايه هنغير ايه؟ ايه؟ الساين بتاع ايه؟ ال Y. صح؟ ال X اديناها 7. يعني لو قلنا ال A ب 1 و 3 هتبقى ال A داش بكام؟ ال 1 هتبقى ثابتة وال 3 اللي هتتغير الساين بتاعتها. لو قال لي B بالرقم 3 1 يبقى 3 ثابته والنيجاتيف 1 0 نيجاتيف 1 يبقى 0 ايه و 1. هنرسمهم هيطلع بالشكل ده كده. الشكل الجديد هيبقى ده كده بعد ما نعمل التعديلات عليهم هيجي لي في الثلاث نقط ونوصلهم ببعض. بس دي اول واحده. الثانيه لو قال لك الايه بكذا والبي بكذا والسي بكذا طب تعالى ال A برضو على ال X X. ال A هتبقى هنا ايه؟ C. ازاي مثلا؟ لان اصلا ال 1 وال 2 ال 1 وال 2 اللي هي دي هتبقى 1 ونيجاتيف 2 هتيجي كده صح؟ وعندك ال 4 وال 0 ادي ال 4 وال 0 اديناها في مكانها لانها جايه اصلا على ال X X. والسي اللي هي ال1 ونيجاتيف 2 هتبقى 1 و ايه؟ و2. اهي ادي ال1 وال2 وصلناهم ببعض. وصلناهم ببعض. بس ولا الاكس اكسس هو ايه؟ سيومتري اوف تراينجل اي بي سي. ده كده الاكسس بتاعه اللي هو الاكسس اوف سيومتري. الاكس اكسس ماشي. وكده نكون خلصنا الحصه دي ودي الحاجات دي تحلوها. دي اعتبرها من ضمن الهوم وورك. وكده خلصنا الحصه. تمنياتي بالنجاح والتوفيق والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.